حيث التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي في عمان. وبحسب بيان نشره الديوان الملكي الهاشمي، فقد جدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على القطاع. I'm going to go to the hospital.